السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. النهاردة عند أطفال مكة عامل لكم عرض على غرف النوم الأطفال ما يتفوتش. النهاردة الغرفة معانا ب7000 جنيه، غرفة كاملة، 2 سرير كومودينو، وفي حاجات معاها تسريحة، 2 درفة يا جماعة زي ما انتم شايفين أو 3 درفة، معانا سريرين 120 ومتاح تنفيذ أي موديل انتم عايزينه. والأهم من كل ده يا جماعة إن احنا دلوقتي بقى عندنا تقسيط بدون فوائد على فيزة المشتريات، ولو مش معاكم كمان فيزة مشتريات تقدروا تقسطوا بدون مقدم بصورة البطاقة. العنوان بالتفصيل هتلاقوه موجود في آخر الفيديو، وهسيب لكم كمان أرقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشة. بحبكم في الله، ويلا بينا نشوف عرضنا النهارده في الأطفال من عند أطفال. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا ام مكة؟ اسعارنا في الغرف بتبدا من كام؟ بتبدا من 7000 جنيه ان شاء الله. من 7000 بس. أوه. في الاول قبل ما ننسى نقول لهم برده على عرض التقسيط. ان شاء الله عندنا تقسيط على فيزه المشتريات وبدون فيزه مشتريات. يعني بصوره البطاقه. بصوره البطاقه وحد موظف. لازم يكون موظف سواء الضامن او اللي هيجي ياخد الحاجه. باذن الله. تمام. وعندنا برده شحن كل المحافظات. باذن الله عندنا شحن جميع المحافظات باذن الله. تمام. هنبدا بايه معانا؟ هنبدا زي كده دي 2 متر. دي 2 متر. برده سعرها حلو. تمام. دي 3 درفة. دي 3 درفة. تمام. هنا ده رف وشماعة. رف وشماعة. تمام. طبعا كل ده استانلس، وكل شغلنا دوكو فورم زي ما حضرتك شايفه. وده ليد. ده ليد بينور برضه. ده ليد بينور. تمام. هنا في النص من كل 3 ترفف. 3 ترفف. حلو قوي. تمام. تمام. هنا دي الناحية التانية برضه رف وشماعة. حلو قوي. تمام. وتنفع شبابي كمان مش اطفال. هي تمشي شبابي. تمام. تمام. السرير بتاعها فين يا؟ طبعا ده ليد برضه بامر الله. ده السرير. ده السرير. تمام. ده السرير بتاعنا. ده السرير بتاعنا. استنى ما تقفلهاش بقى لما نقول سعرها. عامله كام دي معانا؟ دي عامله 10.5. دي 10.5. دي غرفة شبابي يا جماعة. 2 متر و10.5. 2 متر و2 سرير. متر و20. والتسريحة والكوميدين. والتسريحة والكوميدين. كل بس لسه طبعا ما اتعرضتش. تمام. بصوا التسريحة بتاعتها كبيرة. لسه طبعا قلنا هتبقى بكام؟ دي 10.5. دي هتبقى ب 10.5، يعني أوضة شبابي زي كده 3 درفة و2 سرير 120 وتسريحة وكوميدين وب 10.5. 10.5. تمام. حلو قوي. الموديل زي ده كده. ده 2 برضه متر ولا اقل؟ لا ده متر و50. متر ونص. تمام. طبعا ده كل ده ايه؟ استانلس. بس لسه بيتشال الورق ده كله. لسه احنا بنبقى ايه لازقينه مؤقتا. تمام. كل ده استانلس يا جماعه بيتشال معانا. تمام. تمام. كل ده استانلس وده برضه نفس النظام. تمام. ده موديل 2 درفة متر و50. ده متر و50 2 درفة. ينفع اطفال وشبابي برضه. ينفع كده وينفع كده. يا اما شماعه ويا اما رفوف. ويا اما رفوف. حلو قوي. دي برضه رف وشماعة. طبعا كاميرا كبيرة. تمام. تمام عشان خاطر ايه يعني يبقى مثلا حابب عشان ما فيش فيها تسريحة. دي ما فيهاش تسريحة. طب والله كويس. معاها كوموجينو بمراية. كوموجينو بمراية. كل مقاسات المتر و50 كده بامر الله. يعني المتر و50 كله بيبقى 2 سرير 120 وكوموجينو بمراية ودريلاب 150. باذن الله. كام دي معانا؟ ديت من داخل العرض 7000 جنيه. 7000 جنيه وغرفة اطفال كاملة يا جماعة. بس احنا كده رغم ان الزيادة بقت الزيادة كتير احنا اعتبر ما زودناش حاجه لان احنا كنا عارضين الغرفه ديت قبل كده ب 6800. تمام. يعني زودنا 200. 200 جنيه. تمام. دي غرفه اطفال. استنى لنا احنا ناخد سكرين بس. دي غرفه اطفال كامله يا جماعه. ادي الدولاب بتاعها وسريرين 120 وكوموجينو بمرايه ب 7000 جنيه. تمام. صح كده؟ في منها موديلات كتير. باذن الله معانا برضو ده افريقي يا جماعه. ده افريقي. تمام. بصوا كده يبقى معانا. حلو قوي. رف وشماعه. تمام. تمام. والناحيه الثانيه غرفه. والناحيه الثانيه غرفه. حلو قوي. تقسيمتها حلوه طبعا. والكوميدينو برده واخد من نفس الشكل اهو يا جماعه. تمام. الشغل تسليل. لسه كله بورقه يعني. بصوا على مهلك. بصوا ده السرير. تمام. حلوه جدا. هقفل بس اخد على سكرين. طيب بص الورق ده. ودي برده عامله كام دي معانا يا احمد؟ دي هتعمل 8000 جنيه. دي 8. دي اغلى 1000. بس عشان بس هي الشغل الافريقي اصلا بيبقى غالي شويه. انا بس بوريكم الشكل. بصوا معانا دي غرفه افريقي كامله دولاب واتنين سرير 120 وكوميدينو بمرايه عامله معانا كام؟ 8000 جنيه. 8000 جنيه. حلو قوي قوي. تسلم ايدك. يعني اللي واخد برده موديل نوم كبير الله. افريقي ممكن ياخد معانا. باذن الله. تبقى تشكيله. حلو قوي. عندنا برده الموديل ده وده الناس بتحب قوي التنجيد والحاجات دي. لا والكوميدينو بتاعه استنى لي بقى ده تحفه. احنا عرضناه قبل كده في الوان ثانيه. تمام. الحمد لله ما عادوش يعني. ما عادوش. بصوا عامل كام ده معانا؟ دوت عامل 7000 جنيه برضه. 7000. بصوا معانا الدولاب واتنين سرير 120 وكوميدينو بمرايه عامل معانا 7000 جنيه اوضه اطفال كامله. بإذن حلو قوي. تمام. ودي برضه ليد. وده ليد وده ليد. بص الشغل ده ليد واستلس. والسرير ده برضه داير ما يدور من هنا كده ليد. والسرير ليد والكوميدينو بتاعها ليد تحفه. كل ده معانا على 7000 جنيه غرفه اطفال كامله باتنين سرير. وعندنا برضه موديلات 2 متر سعرها برضه مرتاح. ودي كام معانا يا احمد؟ المنوره دي 7000 جنيه. طب والله تحفه.
دي معانا برضو، دي السرير بتاعتها يا جماعه، والسرير ليد برضو والكوموجينو بتاعها. دي معانا غرفه اطفال كامله ب 7000 جنيه، اتنين سرير 120، كوموجينو ومرايه ودولاب درفتين. تمام. وفي الوان، بصوا انا عايزه اقول لكم طول ما انتم ماشيين كده كل الاثنين درفه ده 7000 اللي هو البويه ده يا جماعه. تمام. في ايه تاني معانا؟ بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الشغل كتير، انا بس بجيب لكم عينه من الشغل الموجود. بصوا دي تحفه برضو، 7 برضو دي ولا 7 ان شاء الله. كل ده معانا على 7، ودي 7 ودي 7. بص دي حكايه حلو قوي قوي، دي معانا ب 7000 جنيه غرفه اطفال كامله باتنين سرير وكوموجينو بمرايه. تمام. ده ال 2 متر اللي انا بقول لحضرتك عليه. اه دي اللي تمشي شبابي برضو. تمام. تمشي شبابي وتمشي اطفالي. حلو قوي، تمشي الاثنين. اه دي 2 متر، الدولاب بتاعها برضو نفس النظام، هنا رف وشماعه. رف وشماعه. تمام. وهنا في النص رفين، ثلاث طرق. تمام. تمام. والناحيه الثانيه رف. ودي رف وشماعه برضه. تنفع بقى لايه؟ لشباب كل واحد هياخد مثلا جزء فيها رف وشماعه كله في الوسط. ودي برضه عامله كام يا احمد؟ دي هتعمل 7800. طب والله سعرها حلو برضه. معاها تسريحه ولا ايه؟ معاها تسريحه ومعاها كوموجينو قاعده وفرنطونه كونتر. كونتر. اهو. بقول لك 7800؟ اه 7800 ده كونتر. فين لنا يا احمد كده؟ اهو. بصوا كده يا جماعه. تعالى برضه بص على سرايرها. هوريكم السراير واقول لكم سعرها برضه. هتاخدوا عليه سكرين كده. طب والله تحفه. يعني حاجه شياكه والتسليحه بتاعتها، ومعاها برواز بمرايه. معاها برواز بمرايه. يعني بصوا يا جماعه انا هوريكم بس سرير. كده سرير حضرتك ارفع السرير كده، سرير كونتر مش لا مش عارفه ارفعه. اه سرير كونتر تقيل جدا والله. تمام. بصوا معانا دي اوضه يا جماعه شبابي اهي، بصوا شبابي ثلاثه درفه قلنا ب 7800، معاها اثنين سرير 120، معاها تسليحه بمرايه كمان في كذا شكل منها نفس برضه اه دي بومبي بقى، دي جايه بومبي وتمشي اولادي قوي باذن الله. ودي 3 درفه 2 متر شبابي بالسراير بالتسريحه ب 7800. تمام. في ايه تاني معانا؟ ايه الجمال ده؟ دي متر و50. ده شغل ليد برده كله. تمام. تمام. ولا وتنجيد هنا من تحت ومن فوق. بص انا عايزه اوريكم بس تيزر، الشغل كله لسه جاي يا جماعه من الورش. حلو قوي. ودي كام دي معانا دي؟ دي ب 7000 جنيه برده. دي برده ب 7000 جنيه، معاها برده 2 سرير ومعاها كوموزينو بمرايه. اه تمام. بصوا معانا الغرفه دي ب 7000 جنيه يا جماعه، 2 سرير 120 ودولاب ب 2 درفه ومعاها كمان كوموزينو بمرايه. يعني في اشكال كتير جدا ما شاء الله. ودي افريقي منين بيها هنا دي؟ لا ده ليت نفس الشغل ده. اه لا ده الجنب، انا فاكره دي مع دي. لا ده الجنب بتاع دي. تمام. حلو قوي. في معانا الغرف الاعلى شويه، معانا هنعرضها دلوقتي برضه. تمام. كملوا الفيديو للنهايه وانزلوا في التعليقات، وحدوا الله وصلوا على النبي ولايك الفيديو ده. بصوا بقى الشغل الموجود هنا كله غرف نوم بقى اللوكس، الحاجات الاعلى. جبنا لكم الحاجات الاهدى، هنا بقى الحاجات الاعلى شويه باذن الله. تمام. هنبدا بيه معانا. معانا موديل زي ده كده برضو، ده افريقي برضو يا احمد. حلو قوي قوي، بس اعذرونا برضو المساحه. بصوا المساحه بقى الطرقه ضيقه، السرير اللي هنعرف نطلعها نطلعها. بصوا كده معانا تحفه، حلو قوي. دي كام دي معانا؟ دي 12 ونص. بس الحكايه ده معاه برواز بمرايه. كل حاجتها كامله حلوه جدا جدا. دي معانا ب 12 ونص. تمام. دي كوموجينو ولا تسريحه؟ كوموجينو بمرايه والاثنين سرير والدولاب. واثنين سرير والدولاب. تمام. برضه معانا الموديل ده كده. الموديل ده انا بحاول على قد ما اقدر اجيبه لكم، حلو قوي قوي. تعالى برضه صور السرير. عايز اقول لك شياكه. والسرير بتاعه حكايه، السرير احلى من الدولاب. والله بجد، هرجع لكم انا ورا اجيبها لكم. بس بصوا كده معانا السرير بتاعها تحفه. بصوا كده معانا الاوضه دي كام برضو يا احمد؟ دي ب 12 ونص. الاوضه دي كامله يا جماعه باتنين سرير ب 12000 ونص. وعندنا شحن محافظات كل ده بكوموجينو ومرايه باذن الله. تمام. زي ده كده الناس اللي بتعشق الخشب بقى، لان في ناس لسه بتاخد حاجات البنيات اللي هي الستيل شويه. وعامل كام ده معانا؟ ده عظمه. دي عامله 14. بس تحفه. بس طبعا الخامات كلها زي ما حضرتك شايفه. عايز اقول لك حكايه اهو، كل يا جماعه الكاميرا ظلمه والله. كل ده خشب طبيعي اهو زي ما هو. حلو قوي قوي قوي. كل ده سي مربع ومطاره وتشطيب عليها قوي. وشغل ازاز صميم اديها شكل تحفه تحفه. ودي كام قلنا معانا؟ دي 14. دي ب 14. دي معاها تسريحه ولا كوموجينو؟ لا كوموجينو بمرايه برضه. كوموجينو بمرايه ب 14. وشكل تاني. وشكل تاني. عايز اقول لكم الناس اللي هي الرايقه اللي بتحب الحاجات الهاديه السيمبل، وده برده 14 ولا كام؟ ده برده 14. 14 معاه 2 سرير 120 ومعاه كوموجينو بمرايه. تمام. الله. والموديل ده قمر برده. تمام. برده بص على السرير الموديل ده. بصوا الموديل ده بالسرير والكوموجينو، اول موديل ناخده كده كامل. عامل كام معانا؟ ده 13000 جنيه. 13000 جنيه، 2 سرير 120 كوموجينو بمرايه ودولاب كمان درفتين يا جماعه. ده الشغل الافريقي. بصوا الاكسسوارات اصلا عامله ازاي، حاجه ستانلس محمله الشغل هنا تحفه يا جماعه، حلو جدا جدا. وايه الجمال ده؟ دي 2 متر.
دي 2 متر شباب يا جماعه. 2 متر شباب. حلو قوي قوي. دي كام معانا يا احمد دي؟ ديت عامله 19000 جنيه. دي ب 19000 جنيه برضو معانا، دي تسريحه بقى. وكل حاجه دي كامله. دي كامله معانا. بصوا دي ب 19000 جنيه. مكتب ويمشي تسريحه. ادي الدولاب. كل حاجه بامر الله. اه دي تسريحه ومكتب وظرف هنا كمان، ايه الجمال ده؟ بصوا كده معانا. دي ظرف اهي معانا. حلو قوي قوي. شكلها تحفه. دي اوضه كبيره دي، يعني اللي عندها مساحه صغيره. ومعاها برضو ده. بصوا الجمال ده. ومعاه برضو ده. اه ده بيلف. حلو قوي 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 بجد تحفه. تمام. شكله شيك جدا بالمرايه بتاعته. ودي معانا قلنا غرفه كامله زي كده بالتسريحه واتنين سرير والدولاب. حلو قوي. لا انا عايز اقول لك الاوضه دي فخمه. عامله كام دي معانا؟ قلنا 19. 19. اتنين سرير 120. دولاب يا جماعه كبير، ثلاثه درفه معاها برضو، يعتبر كونسول بمرايه كده برفوف، معاها التسريحه بتاعتها، حاجه عظمه شيكه. كل ده معانا ب 19000 جنيه. ده نفس الشغل البنيات. ده نفس البنيات. تمام. حلو جدا. بصوا حلو قوي. ده اللي قلنا عليه بكام بس عشان الناس تركز؟ ب 14. ده اللي معاه اثنين سرير يا جماعه وكوموجينو بمرايه ب 14. تمام. في معانا هنا برضو حاجه زي كده برضو. حلو قوي دي برضو، يعني شغلها هادي وفي نفس الوقت فيها شغل والوانها حلوه. كام دي معانا برضو؟ دي عامله 13 ونص. دي ب 13 ونص، اثنين سرير 120 والدولاب والكوموجينو. تمام. انا بديكوا اسعار ايه عشان بس ما اطولش عليكم. معانا حاجات ثلاثه درفه ومعانا درفتين. دي 7000 جنيه. دي معانا ب 7000 جنيه. معاها برضو كوموجينو بمرايه واثنين سرير 120. تمام. الاسعار لسه والله كويسه. الحمد لله. يعني الاسعار لسه بخير. حاجه زي كده برضو ديت عامله 12 ونص. دي معانا ب 12000 ونص افريقي يا جماعه باثنين سرير وكوموجينو. احنا عندنا شغل في الاطفال لحد زمن 25000 جنيه موجود. يعني بسعر الغرف الكبيره. كل حاجه بس طبعا الشغل احنا ما بنعرضوش. كل واحد على حسب امكانياته. باذن الله. تمام. يعني كل الامكانيات موجوده. تمام. اللي زي كده اهوت. ده 2 درفه برده حلو قوي. ده عامل كام ده معانا؟ 13. ده ب 13 معاه برده كوموجينو. كوموجينو ومرايه و2 سرير. ومرايه و2 سرير 120. تمام. تعبتك معايا. في ايه تاني معانا نعرضه؟ كده بقى الشغل كده كده الحمد لله 40 موجود كتير. يعني الشغل ما شاء الله اللهم بارك موجود بكميات. يا جماعه احنا موجودين فين؟ عند معرض اطفال مكه. انا جبت لكم فيديو خفيف كده للاطفال بالاسعار عشان اللي طلب مننا برده اطفال. في اوضه دي بمرايتها بكام دي يا احمد؟ ننهي بيها دي. دي 2 متر. دي 2 متر معاها برضو تسريحه واثنين سرير وكوموجينو. دي كام دي معاها؟ دي عامله 16. دي ب 16. بصوا الدولاب بتاعها تحفه يا جماعه. حتى جنبها وده السرير وده كوموجينو واثنين سرير وادي التسريحه، يعني غرفه كامله. عايز اقول لكم التشكيل ما بيخلصش هنا عند اطفال مكه يا جماعه. عروض كتير جدا، العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا، هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو. برضه نرجع نقول تاني ان شاء الله عندنا قسط على فيزة المشتريات وبدون فيزة مشتريات. تمام. ان شاء الله اي حد موظف متاح تقسيط بدون اي، حتى لو ما فيش مقدمه متاحه باذن الله. تمام. نورتيني وشكرا يعني. جدا يا احمد، بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا دلوقتي موجودين في طنان في ارض المعارض قدام معرض اطفال مكه. ممكن نيجي من طريقين. اللي جاي من الطريق ده يا جماعه هيبقى جاي من المؤسسه، ممكن تركبه من المؤسسه، تركبوا عربيات طنان ونوى، هتقول له عايزين ننزل ارض المعارض عند معرض اطفال مكه، او ممكن كمان تقول له عايزين ننزل عند مسجد شهداء الاقصى، المسجد اللي هو ده يا جماعه هزوم لكم برده على السلم بتاعه لاني ما لقيتش اي يافطه مكتوب عليه اسم المسجد، ده السلم بتاع المسجد زي ما انتم شايفين، ده مسجد شهداء الاقصى، هتنزلوا عنده هتلاقوا في وشه على طول معرض اطفال مكه، ده لو انتم جايين بقى من المؤسسه او من المترو تنزلوا تركبوا من هناك عربيات برده طنان ونوى. لو جايين بقى من طريق مصر اسكندريه الزراعي هتيجوا من الاتجاه ده وتنزلوا مزلقان سنديون، قولوا عايزين ننزل عند مزلقان سنديون، ده بيبقى بين اليوب وقها، وتاخدوا توك توك قولوا عايزين ننزل ارض المعارض برضو عند مسجد شهداء الاقصى عند معرض اطفال مكه، تكونوا وصلتوا برضو للمعرض. ده الطريقين اللي ممكن تيجوا بيهم للمعرض. المعرض مش موجود فيه اوض نوم بس، لا موجود نوم وانترهات وسوفر وركن، موجود صالونات، موجود اوض اطفال، اسعاره بجد حلوه جدا. ويا ريت تجيبوا نجاره عشان تاكدوا كمان من جوده الاخشاب، الاخشاب عنده كويسه جدا، اغلبها كلها زان يا جماعه، ما بيشتغلش في حاجات اللي هي الشعبي، الشغل اللي عنده كله شغل عالي ولوكسيات. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.